حلقة جديدة من شؤون سقطرية نتناول فيها أهم وآخر التطورات والمستجدات في محافظة أرخبيل. أهلا بكم. استولت الإمارات عبر موالين لها على أراض داخل محيط مطار سقطرى الدولي، وقالت مصادر محلية إن موالين لأبوظبي استحدثوا مواقع خاصة في مطار سقطرى الدولي ومعسكر القوات الجوية بحجة تركيب ألواح للطاقة الشمسية. وكشفت المصادر أن العملية تمت بمباركة السلطة المحلية التابعة لأبوظبي تزامناً مع استحداث عدة مواقع ومواني في مناطق مختلفة بالأرخبيل. أنشأت الإمارات جناحاً خاصاً في مطار سقطرى الدولي لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات الواصلين من أبوظبي عبر الرحلات التي تسيرها الإمارات إلى الجزيرة. وأوضحت المصادر أن الجناح الخاص مزود بالآليات والتقنيات الحديثة والكلاب البوليسية، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بدون ترخيص من هيئة الطيران اليمني. وأشارت إلى أن العشرات من الأجانب يتوافدون إلى جزيرة سقطرى بتنسيق من مؤسسة خليفة الإماراتية في رحلات يسيرها الطيران الإماراتي دون إذن من الحكومة اليمنية. كما أنشأت الإمارات قواعد عسكرية ومعسكرات خاصة ونسقت مع أجهزة دول أجنبية، ودعمت مع السعودية انقلاباً على السلطة الشرعية الرسمية في أرخبيل سقطرى. وصلت تعزيزات عسكرية جديدة قادمة من دولة الإمارات إلى معسكر رأس مومي شرق جزيرة سقطرى. وقالت مصادر عسكرية إن قيادة معسكر رأس مومي تسلمت 3 مركبات عسكرية و36 قطعة سلاح. وأشارت إلى أن تلك التعزيزات وصلت من أبوظبي على متن السفينة الإماراتية آد أسترا. هذا وتواصل الإمارات منذ انقلاب ميليشيا الانتقال عسكرة الجزيرة وملشنتها وتجريف هويتها. قال وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي في برنامج البوصلة على قناة المهرية إن الأطماع الخارجية في اليمن ضاعفت من معاناته وأسهمت في تعقيد المشهد، ولا حل للأزمة اليمنية إلا برفع الدول الإقليمية يدها عن البلد. فولاء المكونات اليمنية للقوى الخارجية وتسليم مصير البلد إليها يهدد باستمرار انهيار سيادة وأمن واستقرار اليمن. ينتظر اليمن إما أن تتحول إلى كنتونات للأسف الشديد، أو أن تقسم إلى أسوأ مما كانت إلى تقسيمها في السابق إلى دولتين، أو أن تصبح مرجع للصراعات مستمرة الشرعية اللي كما تسمى تتأثر بالمواقف التحالف والمملكة العربية بالذات، مكونات أخرى تتأثر بالأمارات، مكونات أخرى أيضا تتأثر بأنصار الله. ولكن كل هؤلاء أنا أعتقد بالإجمال هم مؤمنين أولا بأن هذه المعركة التي نواجهها اليوم هي معركة تهدد اليمن استقرارا وأمنا وسيادة، وأن علينا كمؤتمرين أينما كنا أن نتجنب المزيد من الانزلاق في انهيار سيادة اليمن وكرامة اليمنيين. فكل يسهم بجهده، لكن الإسهام الحقيقي لن يتحقق إنما عندما تتوحد هذه الجهود ونتخلص من الولاءات الخارجية. استنكر وجهاء ومشايخ أرخبيل سقطرى محاولات الموالين للإمارات تسليم إدارة شؤون الأرخبيل لأبوظبي، ورفض مشايخ ووجهاء الأرخبيل تأييد خطوات تسليم شؤون سقطرى لأبوظبي تحت لافتة دعم القطاع الأمني والعسكري والتنموي. وكانت قيادات الانتقال دعت لاجتماع مع الشخصيات الاجتماعية بهدف تأييد خطوات تمكين الإمارات من جزر أرخبيل سقطرى اليمني. We'll be right back.
لا تزال خفايا ميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات تتكشف يوماً بعد آخر، فدعم الجماعات الإرهابية وعلاقتها بها واحدة من أهم ما كشفه تقرير الوحدة الخاصة. نتابع التقرير التالي. كيف يكافح الإرهاب من يرعى خلاياه؟ تلك هي علاقة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالجماعات المتطرفة، إذ كشف التقرير المرفوع من قبل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى الوحدة الخاصة الإماراتية عن ضم المجلس 40 فرداً من مسلحي القاعدة والجماعات الإرهابية إلى النخبة الحضرمية. التقرير أكد تشكيل الانتقالي غرفة عمليات مشتركة تربط مقار ودوائر الاحتجاز بالإدارة الأمنية للمجلس، وتحويل قاعدة عصب العسكرية إلى مقر لاحتجاز وتعذيب المناوئين للمجلس. على الواقع لا جديد في الأمر، فالانتقالي الذي أوجدته أبو ظبي قبل سنوات 5 بغية ضرب الدولة وتقويض حكومتها الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن أضحى اليوم مرتعاً خصباً تنمو بين أجنحته جماعات التطرف والفوضى وتتمدد شرقاً إلى شبوة وحضرموت. أما عن المال السياسي المتدفق من خزائن الإمارات إلى الجماعات المتطرفة فمستمر دون توقف، وما تمكين ما يعرف بالأحزمة الأمنية والنخب العسكرية من السيطرة على المشهد العسكري جنوباً على حساب مؤسسات الدولة الشرعية إلا دليل ماثل. هذا التطور بدأت حلقاته منذ تغييب دور الأجهزة الأمنية المناط بها حماية البلاد ومكافحة الإرهاب، وهي سياسة هدفت من خلالها أبو ظبي إلى أحداث فراغ أمني مهد للجماعات المسلحة السيطرة الأمنية على بعض المحافظات المحررة. على صعيد آخر، شك مواطنون في أرخبيل سقطرى انعدام بعض السلع الغذائية من أسواق الجزيرة وارتفاع أسعارها، وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه المهرية ازدحام المواطنين أمام أحد المحال التجارية من أجل شراء القمح بعد إخفائه من السوق المحلي. واعتبر مواطنون أزمة القمح ناتجة عن عدم مراقبة الأسواق من قبل سلطة ميليشيا الانتقالي في الجزيرة. أزمة غذائية خانقة جديدة يشهدها أرخبيل سقطرى وسط اتهامات لمؤسسة خليفة الإماراتية ببيع مساعدات إغاثية فاسدة للمواطنين. التفاصيل في سياق التقرير التالي. مشاركة جميلة وجيدة، يعطيك العافية. بتغنين؟ تعالي. هل تسمن أو تغني المهرجانات الإماراتية في سقطرى من جوع؟ يتساءل المواطن في الأرخبيل في ظل أزمة مواد غذائية خانقة تشهدها الجزيرة، ولعل الجواب أصبح جلياً، فالمشاهد القادمة من سقطرى كفيلة بالحديث عن أزمة المواد الغذائية التي تشهدها الجزيرة. والاتهامات مستمرة للسلطة التابعة لميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات بعدم الرقابة على الأسواق. رحلة البحث عن كيس من القمح لم تعد سهلة في سقطرى، بل تكلف الكثير من العناء والتعب، خصوصا بعد إخفاء هذه المادة من السوق المحلية. لا يقتصر الحال على مادة القمح فقط، بل يشكو أبناء سقطرى من ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد الغذائية في أسواق الجزيرة جراء الغياب التام للرقابة في الأسواق. لم يعد بيع المساعدات الإماراتية في السوق السوداء بأسعار خيالية شيء مستغرب، إذ تجاوز الأمر إلى بيع المساعدات الإغاثية الفاسدة في مخازن الإمارات جهاراً نهاراً وأمام مبنى ديوان المحافظة. جوع وغياب للرقابة وارتفاع في أسعار المواد الغذائية وبيع للمساعدات الفاسدة، هكذا أصبح الحال في أرخبيل سقطرى إذن بعد أكثر من عامين لحكم الميليشيا المدعومة من أبو ظبي على الجزيرة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السقطري أحمد ثاني. أهلا بك. بداية سيد أحمد، ربما الصورة أبلغ من الكلام، إذا أصبح من المألوف في سقطرى أن يتزاحم الناس في طوابير من أجل الحصول على المواد الغذائية، برأيك لمن تذهب الاتهامات في صناعة هذه الأزمات المتكررة
ومن المسؤول وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار؟ طبعا مشكلة الانعدام الغذائية يعني وغيابها في السوق هذه مشكلة ربما تتكرر كل سنة، ولكن ربما يعني المسؤول الأول هي السلطة المحلية الموجودة الآن في أرخبيل سقطرى. ربما هناك يعني ضعف أو يعني عدم يعني عدم إلى يعني معيشة الناس واحتياجات الناس وتوفير الخدمات الأساسية للناس. يعني اليوم ربما يعني الاتجاه أكثر يعني بناء المعسكرات وبناء القواعد العسكرية وبناء على حساب يعني احتياجات الناس ومعيشتهم برأيك ذكرت نقطة مهمة جدا، السعودية والإمارات الموجودين في أرخبيل سقطرى كثيرا ما أغرقوا سقطرى بالأسلحة وصرفوا أنظار الناس إلى المهرجانات على حساب مواد غذائية أساسية في حياة الناس. لماذا برأيك صرف أنظار الناس إلى المهرجانات وإغراق سقطرى بالسلاح بدلا من المواد الغذائية؟ نعم، هذه المفارقة العجيبة. يعني اليوم الإمارات تقيم مهرجانات، ومهرجان للإبل ومهرجان للشعراء يعني في نفس الوقت الناس يعانون يعني أوضاع معيشية صعبة، يعني لا يجدون قوت يومهم، ولا يجدون أيضا ما يعني الاحتياجات اليومية البسيطة التي هم في نفس الوقت أيضا يعني يغدقون الأموال لهذه المهرجانات والاحتفالات، وفي نفس الوقت يعني الناس يعانون يعني أوضاع معيشية صعبة. يعني إذا ما بقينا في مشكلتنا وهي الأزمة الغذائية خصوصا في ظل سيطرة الإمارات على مطار سقطرى وميناء سقطرى واحتكار التجارة لمؤسسة خليفة، البعض يقول أن المواد الغذائية هي بالأساس موجودة من قبل مؤسسة خليفة لكنها احتكرتها بأسعار عالية. نعم، هناك احتكار من قبل المؤسسة، وفي نفس الوقت أيضا هناك استغلال واستخدام أيضا المواد المنتهية حتى يعني في الأسواق. يعني هناك أيضا أخبار واردة بأنه مؤسسة خليفة تبيع يعني مواد منتهية الصالحية، وهذا يعني يعتبر يعني جرم بحق يعني أبناء الأرخبيل. يفهم من هذا كله أن السياسة الإماراتية أو الانتقالي المدعوم إماراتيا يمارس سياسة التجويع وتعطيل مصالح السكان بهدف تركيع المجتمع السقطري لأجندات إماراتية. الناشط السقطري أحمد ثاني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. دشن بمحافظة أرخبيل سقطرى معرض سقطرى الأول لتسويق منتجات الفخار ضمن فعاليات اليوم العالمي للبيئة، أقامته جمعية سقطرى للحياة الفطرية بدعم من مشروع اليونيب جيف. وأكد المنظمون للمعرض أن تنظيم مثل هذه المعارض يسهم في تشجيع الأيدي العاملة ودعم الصناعات الحرفية وتحريك الأسواق. قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم يونسكو إنها وسعت النطاق الجغرافي لمشروع الحفاظ على التراث اليمني في 8 محافظات يمنية بينها محافظة أرخبيل سقطرى. وأوضح مدير مكتب اليونسكو بالدوحة صلاح الدين زكي خالد استمرار عمل المنظمة في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية باليمن وإعادة بناء المباني والمواقع الأثرية والتاريخية التي تأثرت بسبب النزاع المسلح، قائلا إن أكبر مشروع للمكتب الأقليمي لليونسكو بدول الخليج واليمن يخص اليمن،
وأن لديهم تمويلا من الاتحاد الأوروبي بما يعادل 20 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من ترميم المباني التي تأثرت بالصراع لإعادة تأهيل جميع المباني والأسواق التاريخية. قال الكاتب أحمد العامري إن الإنسان القديم في سقطرى أدرك أهمية الاستشارة فاستعان بما أشكل عليه من الأحداث التي تواجهه في مختلف شؤون حياته بالحكيم، وقدر الأذكياء لذكائهم والحكماء لحكمتهم في مختلف مجالاتهم، فذهبوا إلى كل حكيم في مجال تخصصه. وأضاف الكاتب في مقال نشره موقع المهرية نت أن هناك عدة تسميات للحكيم في سقطرى، منها نبهي، وهي لفظة مأخوذة من النبهة والتنبؤ، أي أنه يتنبأ بحصول أشياء معينة مثل وقوع الأمطار أو الرياح والقحط وكثرة الثمار أو قلتها، ومنها مشقدهم، وهو شخص يلقي حكما وأمثالا واقعية من تجارب الناس، فيعد قوله حكمة من الحكم التي يستشهد بها المجتمع. وألفت إلى أنه حتى وقتنا الحاضر لا يزال الاهتمام بالحكيم وطلب مشورته ورأيه جاريا في سقطرى، وهناك مجموعة من الناس يتمتعون بذكاء فطري حاد ولم يدخلوا مدرسة ولم يتعلموا على يد أحد، ومنهم من يصلح بين الناس ومن يطببهم ومن يقوم بتخطيطات هندسية للطرق ويكتشف الأماكن الاستراتيجية وأماكن وجود الماء، وقلما يخطئون في توقعاتهم. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المادة المعلوماتية حول تهديد السلم المجتمعي السقطري من خلال تجنيد الفتيات في العاصمة الإماراتية أبوظبي. نتابع. مشاهدينا الكرام، إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي شؤون سقطرية، نلتقي في حلقة جديدة مقبلة. إلى حينها دمتم في أمان الله.